السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله كيف الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شيخ خلفان. نعم حياك وبارك الله. الحمد لله نشكره. يا مقوم كبيسة نتاكو لزقوم زهب ونكون راحة كما يقول يوم زمنية سبحانه وتعالى كما يزي. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى كني حديث القدسية نسيما إن بيوتي في الأرض المساجد عمارها زوارها. يوم زمنية سبحانه وتعالى المسكيتي. نعم. أنا نينجا عمارها زوارها ونينجا ونينجيا. تنمون بالله سبحانه وتعالى سيسي نأمة محمد صلى الله عليه وسلم دو سوتي ونينجا مسكيتي. نيني من نينجا مسكيتي يعني كوينجيا تكصلي خمس صلوات في أوقاتها وأني هكون راحة كميو. ولكون يما الصحابة رضي الله عنهم. وكمان بيا يا رسول الله أي العمل حب لله تعالى عمليان سنزبد الله سبحانه وتعالى أكمان بيا الصلاة على وقتها وصالي خمس صلوات وأختي واكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى سيسي نأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكاملها دوات ونك صالي خمس صلوات في أوقاتها نصلى زيت ولفيله زي السباب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بقوي صلاة زيت زي السباب زي توبوش لما بقوي حرام سيسي نأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. الله تبراح دنيانا خيرا أمان دنيانا خيرا فراحنا صحة نشفانا غنى التقوى خير الدنيا وخير الآخرة جنة الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين. بموجة نوازي وتوت وتغلينا ولبكينا في مدزيت نجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نولك وسوى إسلام الله تهدي سيسنواو أتوب الشفاء سيسنواو آمين يا رب العالمين. تكون مركزة بنقوليا موفنين في مباسة مباسة من مركز دعوة لتنوانبية أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخرجوني في سبيل الله إني سباب يكوزيد إيمان نكوزيد تقوى. بارك الله فيكم وفينا ميمي نكي بنزيجاك وابا الشيخ عبد الله أوكي ونبينا مرزي إن شاء الله بنزيجاك مرزي نسيما مكونو كمكونو هادي بيبوني وبالله التوفيق. مع السلامة.